الشمس. نروح مع حضراتكم، دي كانت التقارير كده سريعا مع حضراتكم في بدايه الحلقه. تعالوا نشوف بقى كده الاطلاله الصباحيه اللي تعودنا عليها دايما في صباح اون. دايما كده بنخرج بالاستوديو بالكاميرا بتاعتنا، الدرون كاميرا، الكاميرا الطائره، ونروح الى البحر الاعظم وشوارع الجيزه ومحافظة الجيزة زي ما احنا شايفين دلوقتي على الهواء مباشرة في اللحظة دي. الصورة دلوقتي من شارع البحر الأعظم، طبعا واحد من أهم الشوارع أميرة الأساسية في محافظة في الجيزة. محافظة الجيزة صحيح. بيوجد فيها القرية الفرعونية، والشارع ده بيفصل ما بين منطقتين، منطقة الجيزة واللي متجهة ناحية المهندسين بقى والمناطق الثانية، وموازي الكورنيش زي ما احنا شايفين دلوقتي. صورة حلوة طبعا، يعني جدا منظر جميل جدا، النيل وجمال النيل صحيح. والشوارع هادية الحمد صحيح. لله. اي نعم، بيبقى كالعادة الصبح بيكون في تكدس مروري، ولكن لا بتعدي والدنيا بتبقى اللي ساكن هناك وشايف الصورة يلحق ينزل بسرعة قبل ما الدنيا تتزحم ويبقى في يعني كثافة مرورية جامدة. زي ما احنا شايفين شارع البحر الأعظم، وزي ما أميرة قالت طبعا في القرية الفرعونية من أهم المزارات السياحية اللي موجودة عندنا في مصر، والمزارات التعليمية كمان. أنا فاكر حصص المدرسة زمان كنا بيبقى في رحلات بتروح للقرية الفرعونية عشان تشوف التاريخ الفرعوني. كمان في نادي نقابة الصحفيين على البحر الأعظم، النادي النهري الخاص بيهم. طيب استمتعوا بالصورة الجميلة من البحر الأعظم محافظة الجيزة. هنروح دلوقتي لمحافظة المنوفية ومركز من أحد مراكز محافظة المنوفية، وهي مدينة منوف. تعتبر من أقدم المدن في مصر، وبتتميز هذه المنطقة بطبعا أكيد كمية كبيرة من الخضرة. المنطقة قديمة جدا وليها أساسات تاريخية كبيرة جدا. سميت المحافظة المنوفية بهذا الاسم نسبة إلى مدينة منوف نفسها، لأن هي على فكرة كانت تعتبر مركز من مراكزها المهمة. صحيح. كانت عاصمة المحافظة قبل ما تبقى شبين الكوم. صحيح. طيب. تحية طبعًا لأهلنا في المنوفية. طبعًا. المنوفية مكسرين الدنيا ده جداً. في كل جداً. يعني المناصب السياسية والاقتصادية كله. والشغل الكبير من المنوفية. عايزين نقول للمشاهدين كمان كده معلومة، ليه سموها المنوفية أو منوف؟ هي طبعًا نسبة لمنوف العلا، وأسسها أو أصدر محمد علي باشا ولي مصر قرار بنقل المديرية من منوف إلى شبين الكوم فيما بعد، لكن هي سميت تحديدًا عام 1228 في العهد الإسلامي بمنوف العلا.